السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 9 من سلسلة تمارين الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول حدد معادلة ديكارتي للفيل كأس في الحالات التالية: الحالة الأولى، مركز الفيل كأس هو النقطة A وشعاعها 3. الحالة الثانية، مركز الفيل كأس هو النقطة B وتمر من النقطة C. إذا ناخذ القاعدة. إذا معادلة فيلكا مركزها أوميغا وشعاعها R تكتب على هذا الشكل: أي X ناقص الأفصول ديال أوميغا مربع زائد Y ناقص الأرتوب ديال أوميغا زائد C ناقص الأنسوب ديال أوميغا الكل مربع تساوي مربع الشعاع. إذن ندوزو للحالة الأولى. إذن S في الكا مركزها A وشعاعها 3، وبالتالي معادلة S تكتب على شكل: إذن X ناقص ماذا؟ ناقص X A مربع زائد Y ناقص، لأن A هي مركز الفيلكة، إذا ناقص Y A كل أس 2 زائد Z ناقص Z A كل مربع تساوي R مربع. إذا R تساوي ماذا؟ تساوي 3. إذا كنديرو التعويض: X X A هي 1 مربع زائد Y ناقص Y A 2 زائد Z ناقص Z A اللي هي 0 تساوي 3 أس 2. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل: X ناقص 1 مربع زائد Y ناقص 2 الكل أس 2 زائد Z أس 2 تساوي 9. إذا ممكن نكتب المعادلة على هذا الشكل، وممكن ندير النشر ديال التعابير ومن بعد ندير المعادلة. إذا ممكن ننشر. إذا عندنا متطابقة هامة، كتساوي لنا إكس مربع ناقص جوج إكس في واحد اللي هي جوج إكس زائد 1 زائد المتطابقة الهامة الثانية، إذا إكريك مربع ناقص جوج A B أي ناقص جوج في جوج اللي هي 4 Y زائد 2 أس 2 اللي هي 4 زائد Z أس 2 تساوي 9. إذا كرتبوا هذه المعادلة، كنبداو بالأعداد بالتعابير اللي عندها رتبة 2. إذا X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع، من بعد تنديرو جيز X يعني ناقص جوج X ناقص 4 Y، ومن بعد كنجمعوا الأعداد المعلومة في بعضياتهم. إذن 1 زائد 4 5 5 كنديوها للطرف الثاني، أو هذاك العدد إذن زائد 5 9 كنجيبوها للطرف الأول تساوي 0. إذن في الأخير المعادلة ديال S تكتب على هذا الشكل: X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص جوج X ناقص 4 Y 5 ناقص 9 هي ناقص 4 تساوي 0. إذن هذه هي معادلة الفيلكة S. الحالة الثانية، عندنا S فيلكة مركزها B وتمر من النقطة A. إذن S فيلكة مركزها النقطة B وتمر من S، يعني S أو C تنتمي إلى الفيلكة C مثلا. إذن المسافة بالC تمثل ماذا؟ تمثل شعاع الدائرة. إذن R يساوي المسافة بالC. إذن هنا خصني نحسب شعاع الفيلكة. إذن نحسب المسافة بالC تساوي ماذا؟ تساوي الجدر.
إذن كندير أفصول سي ناقص أفصول بي مربع، إذن إكس ناقص ناقص واحد الكل أس اتنان زائد ماذا؟ زائد أفصول سي أربعة أو أرتب سي ناقص صفر الكل أس اتنان زائد زد سي اللي هي اتنان ناقص زد بي اللي هي اتنان الكل أس اتنان. إذن اتنان ناقص ناقص واحد اللي هي ثلاثة اللي هي زائد واحد، إذن كتولي ثلاثة أس اتنان اللي هي تسعة زائد أربعة ناقص صفر هي أربعة، أربعة أس اتنان هي ستة عشر، اتنان ناقص اتنان إذن هادي عطتنا صفر، إذن تسعة زائد ستة عشر هي خمسة وعشرون، إذن جذر خمسة وعشرين كيساوي العدد خمسة. إذن بي سي، إذن بي سي كتساوي ار كتساوي خمسة. وبالتالي دابا كيمكن لي نلقى الفيلكا، إذن معادلة الفيلكا تكتب على هذا الشكل، إذن تكتب على الشكل إكس ناقص الأفصول ديال المركز اللي هو إكس بي زائد يعني مربع زائد إكريك ناقص إكريك بي مربع زائد زد ناقص زد بي مربع تساوي مربع الشعاع. إذن نقوم بالتعويض، إذن إكس ناقص إكس بي هي ناقص واحد، إذن ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد، يجب أن ننتبه إلى الإشارات. إذن إكريك ناقص إكريك بي، إكريك بي يساوي صفر، وبالتالي كيبقى لنا إكريك مربع زائد زد ناقص زد بي اللي هو اتنان يساوي ماذا؟ يساوي ار اس اتنان اي خمسة اس اتنان. اذا هذه معادلة الفيلكا، ممكن نخليها بهذا الشكل وممكن نقوم بنشر التعابير. اذا ممكن نشر، اذا عندنا هنا متطابقة هامة، اذا هي اكس مربع زائد ماذا؟ زائد جوج اكس زائد واحد زائد إكريك مربع، كذلك لدينا مستطابقة هامة هي زد مربع ناقص جوج في جوج في زد اللي هي ناقص ربعة زد زائد اتنان أس اتنان اللي هي ربعة تساوي خمسة أس اتنان اللي هي خمسة وعشرين. إذن إكس مربع زائد إكريك مربع زائد زد مربع، ومن بعد سنكتبو الحدود اللي عن الحدود من الرتبة الأولى أي جوج إكس ناقص أربعة زد، ومن بعد كنجمعو الأعداد المعلومة اللي هي واحد زائد أربعة اللي هي خمسة، إذا خمسة إذا زائد خمسة، هذيك خمسة ممكن نديوها للطرف الثاني غترجع خمسة وعشرين ناقص خمسة غترجع هي تساوي عشرون. إذا هذه هي معادلة الفيلكا، زائد جوج إكس ناقص أربعة زد. طيب الحل عشرين ممكن نرجحها للطرف الأول، ممكن نخليها للطرف الثاني.